شيخنا، هل صح تاريخيا ان رأس الحصين دفنت في مصر للصالح الاول؟ لا اعلم لها اي مستند. وانت تعرف ان التاريخ يكتبه الاقوى. فمثلا في دولة من الدول ملك من الملوك عليها، التاريخ يشكل بناء على موافقة هذا الملك. يهلك الملك يأتي ملك آخر، التاريخ يشكل بناء على كلامه. رئيس يذهب ويأتي رئيس، كل يعبث بالتاريخ وفق مراده. هو قيل شيخنا ان الدولة العبيدية اللي حكمت مصر نقلوا الرأس من العراق. لا نعلم لهذا الكلام أصلا.